اهلا بكم شباب وكل جديد مع لعبة ارينا بريك اوت النسخة التجريبية الثانية السي بي تي 2. بريك اوت السي بي تي 2. في البداية احب اعرفكم ان نسخة الال اكسيت انتهت، ودي النسخة اللي كانت لمنشئ المحتوى واللي انا كنت عملت فيها فيديوهات قبل كده عشان خاطر اضم 50 شخص اللي هم جربوا اللعبة معي. النسخة دي انتهت، يعني اي حد مشغل النسخة دي هو عارف ان النسخة دي انتهت بتاريخ اليوم. تمام يا شباب، هيكون في تحديث جديد للعبة عشان تستقبل النسخة الجديدة اللي هي الجلوبال كلوزد بيتا، اللي هي يعتبر نسخة عالمية بس بيتا برضو، ودي هتبدأ يوم 17 ان شاء الله. وزي ما قلت لكم اللي هي النسخة هتبدأ طبعا على استراليا وكندا والمكسيك ونيوزيلندا والفلبين والمملكة المتحدة وامريكا، ده ان شاء الله هتبدأ يوم 17. طبعا في تاني هيحصل في البرازيل واليابان، ده برضه هيبقى في شهر مارس، والنسخة هتنزل على اجهزة الاندرويد والايفون. الاندرويد اللي هو يوم 17 الشهر ده، اما الايفون هيبقى الشهر اللي بعديه في مارس ان شاء الله. وطبعا كل بقى اللي كان عامل لود كويس وعينه كده ومجهزه ينساه خالص، لانه مش هيعرف اللي هو يستخدمه تاني، لانه كل ده هيروح خلاص مع النسخة اللي فاتت اللي هي الايرلي اكسس. يمكن انا الوحيد اللي يمكن ما كنتش بعمل اي لود اساسا، لان اي حاجة بتيجي لاما ابدلها لاما ابيعها، لان انا عارف ان كل ده ملوش اي لازمة في الوقت. النسخة البيتا عامة كل الحاجات دي مش هيبقى ليها اي لازمة خالص، وكل ده بيروح مع اي تحديث تاني بيتم داخل اللعبة. حتى النسخة السي بي تي 2 برضو لما تنزل نفس القصة، برضو اي لوت انت هتعمله والحاجات اللي انت بتجهزها كل ده برضو هيروح منك لما النسخة بتنتهي. فالناس تلعب، اهم حاجة يا جماعة اللي تلعب كده وتتبسط في اللعبة وتفهم يعني ايه لعبة ارينا بريك اوت وتتعلم الحاجات اللي فيها، هو ده هدف النسخ البيتا. فبلاش يعني انت عايز تجمع براحتك، بس انت لازم تكون فاهم ان انت هتخسر كل ده، مش هتاخده معاك، مش هيبقى فيه اي تقدم في اللعبة. اي تحديث بيحصل كل ده بينتهي وبتبدأ من اول وجديد، لازم انت تكون عارف كده كويس جدا. طيب نقول بقى ايه اللي هيتضاف في النسخة التجريبية التانية السي بي تي 2، وهي الماب الخاص بالارمري، ودي طبعا من المابات الجميلة جدا والجامدة جدا برضو. انا مش عايز اقول اخطر ماب عشان في ناس بتزعل لما بقول ان اخطر ماب والكلام ده، بس انا انت هتنزل تستعرف تشوف ايه هو الاخطر ماب في لعبة ارينا بريك اوت. طبعا هو في اخطر منها لان احنا على المستوى بتاعنا، فده تعتبر اخطر ماب، لان النسخ التجريبيه قلت لك ما بتعتلكش كل حاجه مره واحده. النسخ التجريبيه بتبقى حاجات معينه بس اللي انت بتجربها، بعد كده اللعبه بتفتح على مستوى كامل بقى بتقدر انت تجرب كل حاجه. لكن على المستوى بتاعنا هي تعتبر اخطر ماب برضو زي الماب اللي انا كنت جربتها لكم قبل كده. عشان تدخل بس الجيم بتاع الخاص بالارمر ده لازم يكون الترسانة بتاعتك السلاح بتاعك يساوي اكتر من 50,000 عملة، ويكون معاك انت برضو اكتر من 15,000 عملة تانيين، بس السلاح بتاعك لازم يكون جاهز كويس جدا جدا عشان خاطر تدخل الماب دي، لان الماب دي يعني كمية الاسلحة اللي فيها رهيبة. يعني كل الناس اللي بنزلة بتلعب، وعلى فكرة بقى كلها سكوادات بقى، سيبك من البوتات والكلام ده، كلها سكوادات بجد يعني، ومش اي كلام، يعني الناس حقيقيين فعلا اللي بينزلوا يلعبوا معاك، الاسلحة بتاعتهم جامدة جدا. فانت لو يعني عشان تجيب سلاح منهم او اللي انت تعمل لوت بتاعهم، فانت كده كسبت كتير جدا، لان انت هتكسب اسلحة مكلفة جدا جدا. حتى اللوت اللي بيبقى جوه في المكان اللوت برضو مكلف، يعني مش اي لوت برضو حلو. فعشان كده هو دايما بيدخلك بمبلغ جامد، لازم بيقولك سلاحك يكون معدل 50,000، ويكون انت معاك برضو عملات اكتر من 15,000 عشان تدخل تلعب الماب الارمي. المهم يا شباب عشان تبقى انت فاهم لعبة ارينا بريك اوت ماشية بطريقة ازاي او لعب ازاي، يعني سيبكم مني انا، يعني انا دايما ساعات في ناس بجي اعمل مثلا جيب بلاي الناس بتتضايق وبتقول مثلا لعبة مثلا
بوت او مش عارف ايه والكلام ده. انا طبعا هدفي في اللعبه عامه في اي فيديو بعمله هدف ان انا اظهر لك اللعبه، اوريك شكل اللعبه او اقول لك معلومات عن اللعبه، ده هدفي من الموضوع. انا يهمني انت بقى، انا عايزك انت تبقى فاهم اللعبه، يعني اللعبه ماشيه ازاي، مش ضروره انا العب ازاي، ضروري انت تلعب ازاي، ده المهم عندي. انت تلعب ازاي بقى ده متطلب منك تركيز عالي جدا يا شباب. انا عارف ان انتم متعودين على العاب معينه، فاللعبه دي مختلفه، يعني ما تغركش ان الموضوع اللي انا نازل سكواد والعب بقى زي بابجي وكل فدوت والكلام ده، لا ما فيش الكلام ده، انت ممكن تتاكل في لحظه. اللي انا بقول الكلام ده لان انت هتكلف اسلحه، في اسلحه هتتكلفها وهتصرف عليها، فانت ممكن في ناس تشحن بعد كده في اللعبه، فانت تخسر ليه كل الكلام ده. فاللعبه ده يا جماعه التكتيك عالي جدا، فانت لازم تبقى مركز قوي 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 وانت بتلعب اللعبه زي دي. مش ضروري ان انت تبقى في حرفانه منك ان انت تعمل هيد شوت وتعمل، مش ضروري، المهم ان انت تطلع سليم من اللعبه، ما تخسرش اي حاجه. انا عايزك ان انت تكسب، ان انت تعمل لوت كويس، ان انت تحاول تعمل لوت من الناس اللي نازله السكوادات اللي نازله بيبقى معاهم اسلحه تقيله ودافعين عليها وصارفين عليها. هدفك ان انت تعمل لوت كويس وتطلع بيه في النهايه، بس مش الهدف اللي انت اللي هو الحرفنه والكلام ده. وفي النهايه انا عايزك تجرب النسخه البيتا وتتبسط وتعمل كل حاجه انت بتفكر فيها داخل اللعبه، يعني انت شوف انت عايز تلعب بانهي طريقه والعب بيها في النسخه البيتا، وجرب وجرب اي طريقه انت بتحب بتفضلها بتلعب بيها، جرب كل حاجه واعمل كل حاجه في النسخه البيتا، لان النسخه البيتا مش هتزعلك، لانك يعني حتى لو خسرت ان هي انت كده كده مش هتاخد حاجه معاك زي ما قلت لك، فمش هتفرق. فانت جرب بقى واعمل كل حاجه في النسخه دي عشان لما النسخه تنزل بقى بشكل رسمي وبتاعته وانت عارف انت هتعمل ايه بالظبط. ده الهدف من النسخ البيتا، وده هدف من الفيديوهات اللي انا بعملها. انا عايزك اللي انت اللي تكسب، انت اللي تبقى كويس، مش انا، انا مش ضروري انا. بالنسبه للناس اللي هي بتسال على موضوع الفي بي ان، اللي هي تشغل النسخه بالفي بي ان ولا لا، طبعا احنا قلنا ان النسخه هتنزل على دول مختلفه، فانت اللعبه هتنزل على جوجل بلاي، فانت محتاج ان انت تحملها من جوجل بلاي، فانت اكيد طبعا بتضطر ان انت تشغل في بي ان عشان خاطر تعرف تحمل اللعبه. وعامه بالنسبه للرابط، عامه يعني ما حدش يقلق من موضوع الرابط، حتى لو الموضوع يعني واقف معاكم خالص، انا ان شاء الله هوفر لكم الرابط بتاع اللعبه وما فيش اي مشكله، يعني ما حدش يتضايق من موضوع الرابط او اللي هو هيفكر اللي هو مش هيعرف يلعب اللعبه، لا ان شاء الله كل هيلعب اللعبه دي باذن الله. وان شاء الله شباب برضه هنتقابل مره تانية لما النسخه تنزل ان شاء الله يوم 17، ونشوف ايه اللي هيكون باذن الله، واي حاجه مشكله في اي حاجه ان شاء الله هكون معاكم فيها على طول باذن الله. دي كانت اخر حاجه يا شباب، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفك فيديوهات كتيره جدا. سلام.